السؤال الاول يا جماعه بيقول ايه؟ اول سؤال بيقول لك هنا ايه؟ اذا كان اف اوف اكس بتساوي اف اوف اكس استاذ بالله معلش صفحه كم؟ 202 اختبار من صفر فاصل 2 اكس تربيع زائد 4 اكس السلام عليكم ناقص 3. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وجي اكس يا كبر جي اكس بتساوي مصدر مختلف الجي اكس عندي ايه؟ اي خمسة اكس ناقص اثنين خمسة اكس ناقص اثنين ماشي يا شباب. طلب مني ايه؟ قال لي هات اول حاجة اف زائد جي الجمع والصرح والضرب والقسمة يا جماعة قسمة اف على جي تمام؟ اخر شيء خالص التحصيل هو تركيب فاكرينه يا جماعة التحصيل؟ متذكرينه؟ ايوه تمام يا جماعة تمام. طيب ناخد اول حاجه سهله كده بسرعه سريعا هات الاف زائد جي كده الاف زائد جي الاكسات مع بعض ولا اعداد مع بعض؟ هنجمع المتشابه مع بعض يا شرف متشابه مع بعض متشابه 2 اكس تربيع مثلا تشبه مين؟ ما في اكتبها زي ما هي فخمس 2 اكس تربيع زي ما هي 2 اكس تربيع طيب 4 اكس زائد مين؟ 5 اكس 5 اكس يبقى 9 اكس 9 اكس طيب سالب 4 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 2 سالب مو سالب 3 3 3 معلش 3 ادينا سالب 5 ادينا سالب 5 طيب لو قلنا يا جماعه نجيب الطرح اف طرح جي يلا يا عادي اطرح المتشابه واجمع عشان ما تلخبطش نفسك اكتبها كلمه ثانيه يا جماعه 2 اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص 3 فيه طرح يا جماعه هنا ممكن اعمل اقواس واكتب الثانيه بس عشان اختصر للوقت مره واحده وخلاص سالب هي يا جماعه هيخش يغير اشاره 5 واشاره الاثنين صح؟ يبقى سالب 5 اكس وسالب 9 دي غير موجب 2 موجب واخد بالنا الحكايه دي يا شباب؟ هنا في سالب اهي هي الطرح جت هنا بقت دي سالب ودي بقت موجب واضحه؟ 2 اكس تربيع زي ما هي حاجه زي خالص 2 اكس تربيع زي ما هي 4 اكس وسالب 5 اكس يدينا ناقص اكس سالب اكس طب سالب 3 موجب 2 يبقى سالب ايه؟ سالب 1 واو شباب ولا ايه تمام يلا الله عليكم شوف كده بعدها حاجه ثانيه نشوف ايه الضرب مثلا يا شباب الضرب لما تلاقي عندك الضرب مثلا يا شباب ثنائي فثنائي سهل على طول مباشره هو الضرب مجرد النظر لكن ثنائي ده ثنائي ثلاثي يا شباب هضطر اضرب ايه؟ اول عنصر في كله ثاني عنصر في كله ماشي الاسهل ليا اخد الثنائي الاول الثنائي الاول يا جماعه اقول له هنا ايه؟ 2 اكس ناقص 2 قصدي 5 اكس ناقص 2 5 اكس طرح 2 يا شباب مضروبه كلها في مين؟ 2 اكس تربيع زائد 3 4 اكس اكس ناقص 3 هنا هعمل ايه؟ هضرب الاول يا جماعه اهو الاول ال 5 اكس ده كل الكسر الثاني تمام؟ المكتبه مره واحده لو انت يعني مش هتغلط فيها لو حاسس انك تغلط اكتبها مره ثانيه عادي قول له ايه 5 اكس اضرب في القوس كله ناقص 2 في القوس كله هنا اهو 2 اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص 3 وهنا 2 اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص كام؟ 3 يلا يا شباب معايا كده 10 اكس 10 اكس تكعيب 10 اكس تكعيب يمين تكعيب ثم زائد 5 في 4 20 اكس تربيع 20 اكس تربيع جميل ناقص 15 ايه؟ ناقص 15 اكس اكس اللي بعد بعد كده في سالب يا جماعه ركز في السالب دي لغايه كل الاشارات سالب 2 في موجب 2 4 سالب 4 اكس تربيع زي ما هي سالب 2 ضرب 4 اكس يدينا سالب ايه؟ 8 اكس سالب سالب بموجب دينا 6 اجمع بعد كده ده متشابه يا شباب عندك الاكس تكعيب ما في شيء سيء خالص غير واحده الاكس تكعيب زي ما هي بس اكتبها زي ما هي حوالي بتساوي 10 اكس تكعيب زي ما هي طيب التربيع انا هنا 16 اكس 4 اكس 16 اكس 4 اكس تربيع ادينا ايه؟ 16
تربيع. صح 16 اكس تربيع. ماشي يا شباب، انا حاسس ان في حاجه مش مظبوطه بس يعني ايه. لا تمام ممكن ماشي. اللي بعد كده سالب 15 اكس وسالب 8 اكس يدينا سالب 20 اكس. 23 جميل دي. حد الثابت اللي هو زائد كام يا جماعه؟ 6. سهله صح. لو حب يجيب بعد كده الطرح القسمه زي ما تيجي تكتبها اسمها خلاص، ما قالكش اسمها يعني، ما قالكش وجدتك قسمه. تمام يا استاذ، ده قال لي قسمه عادي اغير الاشارات واضرب القسمه ازاي؟ ثاني ثاني يا استاذ زعب، اغير اشارات كل الجي واضربها. هو قال لك هنا اكس على جي، هتعمل الاف فوق 2 اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص 3، وجي تحت اللي هي 5 اكس ناقص 2. ايش رايك تغيرها الوسط؟ لا لا خلاص هي. انت يمكن حاجه ثانيه خاصه بالدلاله العكسيه الكزوريه. لو قال لي هات الجي على اف يا جماعه، اف على جي شيء مشكله زي ما هي برضه بالظبط، يبقى 5 اكس فوق ناقص 2 وتحت 2 اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص كام؟ 3. طبعا بعد كده ان شاء الله الفتره اللي جايه هتاخد ايه؟ ازاي تكبير المجال والمدى لكل واحده فيهم. تمام؟ واللي هي خطوط التقارب والحاجات دي. اخر فكره عايزين نتكلم فيها اللي هي الايه؟ التحصيل يا شباب، التحصيل يعني او التركيب زي ما بيقول. التركيب. يلا يا جماعه، هجيب الاول اف تركيب جي، عندنا دي معناها ايه؟ بخلي الجي داخل الاف او الجي في مجال الاف. صح؟ يعني اف اهي يا شباب داخلها، بدل ما احط هنا مكانها اكس لا احط الجي كلها، الجي مكانها. يعني اف الجي فين؟ الجي اللي هي 5 اكس ناقص 2، بذكركم بس بها يا شباب. كده الجي خلاص انتقل خلاص، اعمل ايه؟ اروح للاف، اعوض عن كل اكس في الاف بالكلام ده يا شباب. الاكس يا اف اللي بتساوي 2 قابل لي اكس تربيع اعمل كوست تربيع زائد 4 اكس اعمل كوست ثاني ناقص 3. الكوست نحط فيها يا شباب، نحط فيه كده العدسه مع العدسه دي هي 5 اكس ناقص 2، وهنا برضه 5 اكس ناقص كام؟ 2. نضرب كده نبسط. يلا قبل اي حاجه يا جماعه، في عندي ايه؟ راح اسمي تربيع صح؟ لازم يتفك الاول التربيع. ازاي يتفك يا جماعه التربيع ده؟ حد متذكر؟ تربيع على الاول. الاول ايه؟ اللي هو 25 وتربيع على خير واللي بالنص 25 اكس تربيع الاول في الثاني. ها؟ زائد 2 الاول في الثاني. الاول ده دايما اخر يا جماعه بيكون ايه؟ موجب. جميع الاحوال بيكون موجب، تمام؟ الاوسط ده على حسب الاشاره اللي هنا يا شباب. يبقى 2 في 5 ب 10، 2 كمان ب 20 سالب 20 ايه؟ اكس. صح كده يا جماعه ان انا غلطان؟ لا صح. اول في الثاني في 2، خرج في 2 بره. طيب بعد كده يا جماعه دخل بس 4 جوه، هنا مره وهنا مره. يبقى 4 في 5 ادينا 20 20 اكس ناقص 8 كود ناقص كام؟ 3. ندخل يا جماعه دي كده جوه، ندخلها جوه يلا كده. ها يبقى 50 اكس تربيع ناقص 2 في 20 ب 40 اكس زائد 8 زائد 20 اكس ناقص 8 ناقص كام؟ 3. هنجمع كام مشابه مع بعضه؟ متشابه. هتلاقي عندك في سالب 8 وموجب 8 راحوا مع بعض زي كده. اكس تربيع زي ما هي 50 اكس تربيع ما فيش شيء زيها خالص. سالب 40 اكس موجب 20 اكس زي بعض. ادينا سالب كام؟ سالب 20. سالب 20 اكس جميل. الحد الثابت عندي اخر حاجه ثابته ناقص 3. سالب 3 بس اخر حاجه ده. يعني ما شاء الله عليكم يا جماعه. الفصل الميزه في الفصل ده ان فيه مشاركه بتشجع الدرس المستمر. طيب يا جماعه كده جبنا كده ايه؟ اف تركيب جي. افتكر بس شكلها يا جماعه ده المنظر ده، افتكر ده عشان همسحها ونجيب جي تركيب ايه؟ مش فاهم زيها ولا في اختلاف. يلا يا جماعه. استاذ اتفضل يا فايز. اتفضل يا فايز معانا. بس الحصة متى بدأت؟ بدأنا احنا لسه يعتبر في أول سؤال بس في آخر سؤال الأول. أستاذ لا 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 الحصة نفسها متى بدأت؟ بدأت 12 ودقيقة كده. بس ما طلعت لي الحين بس
انت يمكن عشانك ما سويت ريسيرش صفحه جديده، سوى صفحه جديده وبرضه ما طلعت لي. هو الان طلعت حقت التقنيه دي فايت عندهم التقنيه، لكن احنا ما ذنبنا فيها. تحصل بحلل حصل من اول يوم الجمعه. نجيب يا جماعه دلوقتي ايه جي تحصل اف، يعني هخلي مين يا فايز معايا كده الاف مين مجال الجي. يلا يا فايز معايا الاف يا جماعه، اخلي الجي زي ما هي، اخلي مكان الاكس في الجي احط مين الاف كلها. الاف اللي هي عباره عن ايه 2 اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص 3. لو في حاجه مش واضحه يا جماعه ردوا له على طول، ما تسيبنيش اوصل لحاجه ثانيه مش واضحه. يلا هروح اشتغل على مين كده دلوقتي؟ الاف اختفت، اشتغل على الجي يا جماعه. هروح للجي كل اكس فيها اخليها بالدايم ده كله. الجي بتساوي مين؟ اول حاجه فيها 5 اكتب 5، بعدها اكس اعمل كوس ناقص 2. الكوس احط فيها يا شباب اللي هعوض بيه اللي هو 2 اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص كام؟ 3. هنفك بس ندخل 5 جوه يا جماعه. في ناس تعمل ايه؟ تضرب الخمسه في الاثنين دول على كده، وفي ناس زي ما هو يا جماعه 4 اكس ناقص 3. لا اضرب الخمسه في كله، فاهم؟ مش المساله. انا بتكلم على فكره عن تجربه يا جماعه بشوفها كتير، بلاحظها كتير الحاجات دي. واحد يضرب الخمسه في اثنين ويوقف والباقي يكملوا عادي يعني. يبقى خمسه في اثنين تقول له 10 اكس تربيع. خمسه في اربعه 20 اكس. خمسه في ثلاثه في كام؟ 15. كل ده ناقص 2. اديني يا جماعه 10 اكس تربيع زائد كام؟ 20 اكس ناقص 17. زي اللي فاتت ولا مختلفة؟ ها؟ كان هنا في 50، كان في 50 اكس، وكان هنا في الاخر خلاص خلاص كان في ناقص 3 كمان، صح؟ عرفنا يا جماعة ان الاف تحصيل جي في الغالب لا تساوي جي تحصيل اف. غالبا في معظم المسائل لا تساوي يا جماعه، في بعض المسائل بس بتساويها، بعض المسائل احصائيه معينه بتساويها خلاص، وفي بعض البعض ده بيكون ايه بتساوي اكس. يعني في بعض المسائل الاف في سيركل جي تساوي جي تحصيل اف بعضها. طيب بتساوي كام؟ اي ارقام بقى، ممكن مثلا 2 اكس زائد 1، اي حاجه زي دي. في بعض ده كمان بتلاقي حاجه بتساوي اكس فقط، اللي هي يا شباب الحاله دي الحاله العكسيه، لما تكون اف عكسيه مين؟ جي. بس واضح يا شباب؟ لما اف قلنا قبل كده الشرط اللازم والكافي عشان تكون داله عكسيه للاخرى يا شباب ان يكون تركيبهم اف تركيب جي وجي تركيب اف متساوي. بس كده؟ لا، ويساوي كمان ايه؟ ويساوي اكس، لازم يساوي اكس. طيب يا جماعه شوف بقى الفكره الثانيه. قول لي ايه؟ للكتب دلوقتي قول لي ايه هنا؟ في كل زوج مما ياتي حدد هل كل داله تمثل داله عكسيه الاخرى ام لا؟ هل كل داله تمثل داله عكسيه الاخرى ام لا؟ سبعه يا جماعه، رقم سبعه. يلا قول هنا ايه؟ اف اكس بتساوي 2 اكس زائد 16 والجي اكس نص اكس ناقص 8، نص اكس ناقص 8. قول لي يا جماعه هل الاف عكسية الجي ولا لا؟ هعمل ايه؟ زي ما قلنا قبل كده هجيب اف تركيب جي وجي تركيب اف، تمام؟ اذا انا جبت الاولى طلعت لا تساوي اكس، لا تكمل المساله خلاص، اقف على كده واقول له هي لسه عكسيه. هجيب كده اهو اف تركيب جي مره واحده، يلا هتساوي ايه يا جماعه؟ اف اوف كام؟ نص اكس تربيع ناقص 8. رحت للاف حط مكان كل اكس اكس بس يا استاذ بدون تربيع، بدون تربيع صح؟ صح ماشي يا شرف مشكور. لو كنا عملناها كده لحظه ترجع من ثاني. مشكور يا بطل. يلا يا جماعه هروح للاف يا جماعه اهو، اخلي كل اكس فيها بنص اكس ناقص 8، بقول له 2 هي دي يا جماعه الاكس قابلتني من الكوس كده واكتب فيه نص اكس اكس بس مش تربيع ناقص 8 معلقه في راس التربيع زائد كام؟ 16. اضرب كده يا شباب، اذكر ثاني 2 تضرب في القوس كله هنا مره وهنا مره. يبقى 2 في النص بكام؟ 2 في النص شاب واحد. 1 اكس ناقص 2 في 8 ب 16 ناقص زائد كام؟ 16 كله يساوي يا جماعه؟ يساوي اكس. هتشوف معايا دي؟ صح؟ كده اكمل يا جماعه عادي اكمل.
تجيب الجي تحصل اف. لو كان بتساوي حاجه غير الاكس راجل لحد كده واقول له ايه لا استعكس كده نكمل. اجيب بعد كده يا شباب جي تحصيل اف. يلا يا جماعه جي تحصيل اف يعني هخلي الاف في مجال مين؟ في مجال الجي. يبقى جي اوف كام اهي اف يا جماعه 2 اكس زائد 16 او حوض فين؟ عوض في الجي هتساوي الجي اهي حولها نص يبقى نص افتح قوس الاكس مكانها ايه يا جماعه؟ 2 اكس زائد 16 ناقص 8 هندخل نص جوه يا جماعه نص في 2 نص ل 2 1 ونص 16 8 ناقص 8 موجب راح يروح مع بعض اتفقنا يا شباب بقى الاكس افهم من كده ايه؟ ان الاف يا جماعه ده عكسيه لمين؟ لجي اقول لك كده عبر الرياضيات الاف بتساوي جي ماينس 1 اكس او العكس برضه صح تقول لي جي بتساوي اف ماينس 1 اكس كل واحده فيهم عكسيه لايه؟ للاخرى الدرس سهل يا شباب ده انا عايز اراجع اجيب اكبر قدر من المراجعه في الدرس ده يا شباب في الاختبار النصف الفصل فاللي مش فاهم حاجه ما يسيبها تعدي قول لي وقف هنا وقول لي مش فاهم عيدها تاني وتالت عادي مش مشكله الفكره دي يا جماعه فهمت ولا صعبه شويه؟ اتفهمت؟ طب واحده كمان ايوه عادي مفهوم نجيب واحده ثانيه واحده كمان يلا يا جماعه يلا نجيب مثلا رقم كام؟ رقم دور 10 10 بيقول لي هنا جي هنا مختلف في الاسماء بس مختلف في المسميات بس كله زي بعض جي اكس بتساوي سالب 6 اكس زائد 8 واحده اسمها اتش اكس عادي مسمى عادي مختلف اتش اكس بتساوي 8 ناقص اكس على 6 8 ناقص اكس على 6 يلا يا جماعه هجيب هنا بقول لي هل الجي عكسيه جي اكس ولا لا؟ هجيب اول حاجه جي تعوض عن الاكس ب 8 ناقص اكس على 6 تركيب اتش الاول يا جماعه يعني هخلي الاتش في مجال مين؟ الجي في مجال الجي هدخل الاتش في الجي يا جماعه هدخل اتش في الجي تمام؟ هتساوي جي اتش فين؟ 8 ناقص اكس على 6 يبقى هروح يا جماعه للجي اعوض عن كل اكس بالكلام ده في الجي يا جماعه يلا بتساوي سالب 6 اهي قابلني اكس اعمل كوس عشان ما تاخدش نفسك زائد 8 كنت اكتب فيها يا جماعه القيمه ده 8 ناقص اكس على 6 يلا يا شباب معانا يا فايز لحد كده تمام يلا يا جماعه بدل ما نلخص التجربه على نفس معناها تاني سته هي بعضها صح؟ سته تحت اهي دي اكنها بسط ودي مقام بس انت رحت مع سته يا جماعه بس في حاجه في سالب بره اهي لكن انت السالب هندخل السالب جوه يا جماعه هنا تخلي ال 8 دي سالب 8 وتخلي سالب اكس موجب اكس ركز يا جماعه زائد 8 موجب 8 وسالب 8 راحوا مع بعض الحته دي مفهومه يا جماعه الاولانيات هنا كده مفهومه عملت ايه؟ 6 بس مع 6 مقام راحوا مع بعض والسالب الباقيه دي دخلتها جوه ضربتها في 8 بقت سالب 8 ضربتها في الاكس بقت سالب ايه؟ اكس كله في الاخر بيساوي كام؟ اكس واضحه؟ يا جماعه واضحه ولا فيها حاجه؟ تمام نجيب بعد كده بقى يا جماعه العكس نجيب الايه؟ الاتش تحصيل الاتش الجي هيقول له هنا اتش تركيب الجي يا جماعه يعني الاتش اخلي في مجالها جي اهو الاتش زي ما هي الجي بتساوي كام؟ سالب 6 اكس زائد 8 كده الجي يا جماعه اختفت ابتدى الشغل كله على مين؟ على الاتش راح للاتش كل اكس فيها تساوي الكلام ده اتش اهي عباره عن كاس 8 ناقص عندي ايه؟ اكس اعمل لها كوس ما تلخبطش
يقولوا هنا سالب 6 اكس زائد 8 تحت كله على كام؟ لا ناقص 6، استنى، سالب 6 اكس ناقص 8 على 6. اتلخبطت، يلا يا شباب هروح لمين يا شباب كده؟ ها انا بقول لك اتش تحصيل الجي، يبقى حل الجي في مجال مين يا شباب؟ في مجال كنت شغال صح على فكره، كنت شغال صح بس ما حد قال لي. يلا يا جماعه الاتش عباره عن ايه؟ 8 ناقص اكتب كل اللي انا عامل شغال اشارتها او كل مره واحده سالب 6 بس نعكس الاشاره. كنت شغال صح على 6 يا جماعه بس ما حد رد عليه فانا سرحت. في سالب هي شبه سالب بره شايفينها؟ عند خلف القوس كله يا شباب، القوس كله تبقى عامله ازاي؟ 8 سالب في سالب تبقى كام يا جماعه؟ تبقى زائد 6 اكس، وسالب برضه تخش مع الموجب ده تخليها سالب، سالب 8 يا جماعه على 6. واضحه كده يا جماعه؟ 8 مع سالب 8 راح مع بعض، باقي لك ايه؟ باقي في البسط فوق 6 اكس موجبه على 6 اهي، 6 و6 صح كده؟ 6 راحت مع 6 ادينا كام؟ ادينا اكس. اقول له اذا يا شباب الاف عكسيه لمين؟ هي اف ولا اتش؟ الاتش اقصد، اتش عكسيه لجي. واضحه يا جماعه؟ واضحه يا شباب؟ سهله يا شرف؟ ها عبد السلام فايز. ايوه سهله. خلاص شوف فكره ثانيه يا جماعه، يلا فكره ثانيه. الفكره اللي جايه يا جماعه اسهل من الفكره الاولانيه كمان، اللي هي ايه؟ اجيب المعكوس. ما هي الا كم خطوه؟ ثلاث خطوات تقريبا. اول حاجه الاف اكس اشيلها اخلي مكانها واي. ثاني خطوه اعكس كل اكس تقابلها خليها واي، وكل واي خليها اكس. ثم اجيب الواي بس، خلص. قول اوجد معكوس الداله يا شباب، اوجد معكوس الداله اذا كان ممكنا. رقم مثلا ايه؟ 11 يقول لك اتش اكس بتساوي 2 على 5 اكس زائد 8. يلا يا جماعه اول خطوه اعملها ايه؟ اشيل اتش واخليها كام؟ خليها واي. يبقى واي بتساوي 2 على 5 اكس زائد 8. دي اول خطوه. ثاني خطوه ابدل كل اكس تقابلك خليها واي، وكل واي خليها اكس. احنا اقول له ايه مكان دي؟ اقول له اكس يا جماعه بتساوي 2 على 5 ماليش دعوه بيها خالص، اكس خليها واي زائد 8. كده مسألة عمل خلاص خلصت. اعمل ايه يا شباب؟ احاول اجيب واي لحالها طرف واحد، واي لوحدها بس. الواي مضروبه في 2 على 5 مجموع معاها 8. اخلص الثاني الاول يا جماعه، روح الطرف الثاني باشاره ايه؟ روح باشاره سالبه، يبقى اكس ناقص 8 هتساوي 2 على 5 واي. عايز واي لحالها، اعمل ايه يا جماعه؟ ها عمل ايه ده؟ كيف اتخلص منه؟ نضرب في 5 على 2. ممتاز، اضرب المعادله كامله مقلوبه اللي هو اقول لك ده ضرب يا جماعه 2 5 على 2. وهنا برضه 5 على 2 بس في حاجه احسبها كده بس صح ولا القوس كله يا جماعه؟ ها مضروبه في القوس كله والطرف الثاني ماشي، وخليها زي ما هي مش هضربها ده شيء، خليها زي ما هي. هنا 5 راحت مع 5 2 مع 2 واي لك بس ايه؟ واي بس، واي هتساوي 5 على 2 بره في اكس ناقص كام؟ 8. كده السؤال خلص يا شباب، كده خلصت. اخر حته بس هفل غير الاسم مش اكتر، احل لها ايه؟ هي عندي هنا اتش، يبقى اقول له الاتش ماينس 1 اكس، هي العكسيه يعني، بتساوي 5 على 2 اكس ناقص 8. بمنتهى البساطه. واضحه يا شباب؟ ولا فيها شيء؟ عد تاني. المسألة اللي بعدها زيها بالظبط، نفس الفكرة فيها كسر برضه، بس الكسر داخل الايه؟ الأقواس. اللي بعدها يا جماعة زيها بالظبط. شوف كده رقم ايه؟ 12. يقول لك ايه؟ اف اوف اكس 4 على 9 اكس ناقص 3. يلا. زي ما قلت قبل كده هغير الاف اوف اكس أول خطوة، اف اكس خليها واي. واكتب السؤال عادي، واي بتساوي 4 على 9
افتح كوس اكس ناقص كام؟ 3. ثاني خطوه ابدل كل اكس واي وكل واي اكس. اصبحت هنا ايه؟ اكس بتساوي الارقام دي ما لهاش دعوه خالص، ما هي كده كبر، ما هي 4 على 9 دي 4 يا جماعه. واي بقى مكان اكس اكتب واي ناقص كام؟ 3. الخطوه اللي بعدها عايزين منها يا جماعه؟ عايز اجيب واي لحالها، اعمل ايه يا جماعه؟ مين يقول لي اول خطوه اعملها ايه؟ عايز واي لحالها يا شباب. اول شيء ازود 3 على الاطراف كلها. خلي بالك فيه بره هنا في 4 9 مضروبه ايه؟ عندنا عقبة. اول شيء اضرب ال 4 على 9 ادخلها جوا. اضرب هتصعب الموضوع على نفسك يا عبد السلام. بكلمك صح بس هتصعبها على نفسك. لما انا بدل ما اعمل كده اضرب معكوس هذا بقى شرب قبل كده واخلص منها خالص وتروح مع الاكس. من البدايه خالص كده يا جماعه. اضرب المعادله كلها اهو في 9 على 4. والطرف الثاني برضه في 9 على 4. افضل برضه يبقى عندك كده ايه؟ يبقى 9 مع 9 و4 مع 4 خلصنا خلاص. يبقى عامله ازاي؟ كان بقول لك كده الواي ناقص 3 لوحدها اهي، واي ناقص 3 بتساوي مين؟ 9 على 4 4 9 على 4 اكس. اخلص منهم من 3 كمان تروح الطرف الثاني صح؟ يبقى الواي هتساوي كام؟ 9 على 4 اكس زائد 3. خلي دي ايه؟ ايه ماينس 1 اكس بتساوي 9 على 4 اكس زائد 3. كلامك صح برضه على الوسام الاول، قلت لي اضرب ده داخل القوس بس هصعبها على نفسك بعد كده، هضربها فيها في الواي ثم اضرب مقلوب معكوسها ثاني مره ثانيه. طب والايه؟ من البدايه خالص اخلص منها. تمام؟ طيب يا جماعه نقول كمان فكره عنها ولا نشوف حاجه ثانيه؟ الفكره كمان زيها؟ فكرة أخيرة يا جماعة، فكرة أخيرة، يلا رقم 13. 13 يا جماعة عشان نفس الفكرة كده اللي هي بتاعت الكسور برضه. شايف الناس لسه مع القلق. هقول له هنا إيه؟ بقول لك اتش اكس بتساوي اتش اكس عايز العكسية 10 على 3. أستاذ هي سالب 10 على 3. سالب 10 على 3، ماشي سالب إيه؟ سالب كده صح ولا غلط؟ ولا لازم على السطر؟ لا لا عادي عادي تمام. الوقت بيجري. يلا يا جماعه اول خطوه ولا ايه؟ قلنا الواي بتساوي سالب 10 على 3 اكس زائد 5. ثم ابدل. يلا يا جماعه بدل الاكس ابدله بالواي يبقى الاكس بتساوي سالب 10 على 3 زي ما هي. الاكس خليها واي زائد 5. الكسر هتعمله ازاي يا عبد السلام؟ الكسر ده هتعمله ازاي؟ اجيب مقلوب اضرب في سالب 3 على 10. اضرب المساله كلها في سالب 3 على 10. وهنا كمان في سالب 3 على 10. السالب بقى فوق تحت مش هتفرق معانا خالص. 3 مع 3 و10 مع 10 وسالب مع سالب بموجب خلاص. الطرف اليمين ده باقي فيه مين بس؟ باقي فيه واي زائد ايه؟ 5 بس. للهدف من كده اقول الواي زائد 5 بتساوي سالب 3 على 10 اكس. باقي الخمسه يا جماعه، باقي الخمسه بس واديها الطرف الثاني يبقى واي بتساوي سالب 3 على 5 اكس ناقص 5. وخليها على كده لا توحد ولا اي شيء، خليها تبقى هنا كده يا جماعه بس ما فيها اي مشكله. اللي اذا في الامتحان كان مساله غير كده توحد مقاماتها حاول اخليها اوحد مقاماتها عادي. لكن لو هي سؤال مقالي وكده بس قلت حاجه كده وخلاص. خلي ده اهو شيل بس ده يا جماعه سميها ايه؟ سميها عندي ده اللي اسمها اتش صح؟ اسمها اتش اسميها انا بس اهو اتش ماينس 1. امسح معلش امسح امسح ده خالص اسميها ايه؟ اتش ماينس 1 اكس. هي دي يا جماعه. طيب الفكره اللي بعدها عشان بس وقت الحصه بدا ايه يهرب مننا. بقول هنا يا جماعه نجيب مثلا رقم 16 يا شباب 16 اللي انا سبته ده حلهم. بقول لي ايه؟ مس كله متباين بما ياتي الواي اقل من جذر اكس ناقص 5. اول حاجه بجيبها يا جماعه بجيب مجال ومدى التباين اللي عندي دوت. المجال بجيبه ازاي؟ ما تحت الجذر
اكبر من او يساوي صفر. اهو المجال اول حاجه ما تحت الجذر اللي هو اكس ناقص 5 اكبر من او يساوي ايه؟ صفر. اود 5 الطرف الثاني اكس اكبر من كام يا جماعه؟ 5. ده المجال. طيب والواي يا شباب المدى هجيبه منين؟ ها؟ نشوف بعد الجذر او قبله مجموع على شيء او مطروح منه شيء يا جماعه هل فيه زائد او ناقص؟ ناقص. اكبر ولا اقل؟ اكبر من او يساوي. واي اكبر من كام؟ ها؟ من او يساوي صفر. هبدا من ايه يا جماعه؟ نقطه كام وكام؟ من النقطه 5 وصفر. هبدا منها يا جماعه. طب المنحنى طالع ولا نازل؟ طالع ولا نازل يا جماعه؟ ها طالع كده ولا نازل كده؟ استاذ طالع. الاشاره اللي هنا ايه؟ موجب. موجب بقى طالع. موجب. موجب خلاص طالع يا جماعه. ممكن تعمل جدول او ترسم الجدول قبل كده زي ما هي كده بالظبط. لاحظ عندك بادئ من 5 يعني مش عايز تسالف في حاجه. قول هنا 1 2 3 4 5 وتلاحظ عندك كمان يا جماعه الاقل مين ما فيهاش يساوي. اقل مين بدون يساوي يا شباب. يبقى هاجي عند الخمسه هي واعمل دايره ايه؟ مفتوحه كده يا جماعه وارسم المنحنى عندي مقطع زي كده. مقطع تمام؟ طب قول لي الحل اقل من الجذر ده يبقى فوق ولا تحته ولا او اسفل منه؟ ها فين؟ يا استاذ اسفل منه. اقل منه يبقى اسفل يا جماعه، الحل عندي اسفل. حبيت تتاكد منه خد اي نقطه في الحل يا جماعه وطبق كده، بس كل دي نقطه اكيده. يعني لما تيجي مثلا تحدده وتطبق نقطه على الحدود ده وتكون انت غلطان فيها، كل نقطه اكيده داخل المنحنى او خارجه دخل الحل. مثلا هنا ايه 5 ايه؟ كل انت 6 6 وصفر مثلا، نقطه 6 وصفر انت اكد منها يا جماعه كده. يلا احط مكان الاكس 6. يبقى هل يا جماعه جذر 6 ناقص 5 اكبر من صفر؟ دي بدينا جذر واحد. الواحد. جذر الواحد بواحد. ايوه صح. اكبر من صفر صح. يبقى فعلا يا جماعه الحل اهو ده مثلا الحل. واضح؟ طيب واحده كمان. بس بقى اربع دقائق. نجيب مثلا رقم كام يا جماعه وليكن مثلا نقول رقم 19 عشان بس مختلفه شويه 19. يلا فجبنا معظم المسائل. بيقول لك الواي اكبر من او يساوي جذر اكس زائد 4 بره الجذر سالب 5. هجيب الاول المجال اتعودنا المجال استاذ المجال سالب 4 ممتاز اكبر من او يساوي سالب ايه 4. لما دي خدناها بره الكورس يا جماعه اكبر من او يساوي صفر ودي 4 الطرف الثاني. والمدى واي اكبر من او يساوي سالب 5. واي اكبر من او يساوي كام؟ سالب 75 يا جماعه سالب 75. حد نقطة عندي من سالب 4 وسالب ايه؟ 5 بالانجليزي وسالب 5 يا جماعه. المنحنى يا جماعه طلع ولا نازل؟ طالع طالع. بص الحته هنا موجب يبقى طالع على طول. بادئ من سالب 4 وسالب 5 يعني شغلك كله في ايه؟ في السالب وتحت. يبقى الموجب انت مش محتاج للموجب كتير. خلي كده مثلا اهو محتاج للسالب اكتر. زي كده مثلا قول مثلا 2 4 6 8 هنا سالب 4 سالب 6 سالب 2 برضه سالب 4 سالب 6 مثلا يا جماعه. سالب 4 وسالب 5 هذا سالب 4 هنا ايه؟ وسالب 5 يا جماعه تحت بين 4 وبين ايه؟ بين 6 هنا كده. اعمل دايره مغلقه ولا مفتوحه؟ ها؟ مين اكبر مين؟ مغلق. الخط عندي مناقص ولا متصل؟ متصل لانه متصل يعني متصل لانه مغلق متصل ماشي. ونطلع كده يا جماعه نطلع كده خلص يا جماعه ده الحل خلص كده. حبيت تعمل برضه بجداول تاكد عليك مش مشكله خالص. انا يهمني ايه؟ البدايه وطلع الناس ما يهمني غير كده يا جماعه. طب الحل فوق ولا تحت؟ منطقه الحل. يلا يا جماعه الحل فين؟ فوق لانه الحل واي اكبر من يبقى الحل اهو بيقول الحل اكبر من الجذر اللي انت رسمته. يبقى فوق هنا كده معنى كلام ان هو كده فوق اهو. طب قلت لك كده يا جماعه ناخد الايه؟ ناخد نقطه تكون اكيده داخل الحل اكيده. ما يكون مثلا يعني على الحدود او على الخط لا. على تكون اكيده يا جماعه اللي هي زي مين مثلا يا شباب؟ زي مين؟ مثلا هنا كده شوف دي مثلا كام هنا؟ واحد هنا اثنين مثلا قول ثلاثه وصفر او صفر قصدي ثلاثه صفر وثلاثه مثلا
ده اكيد دخل الحل. ماشي نجرب فرقه جماعه صفر ثلاثه او صفر مثلا حاجه اكبر شويه عشان نتاكد 100% دخلها. قول له صفر وسته مثلا، صفر وسته مثلا. يلا يا جماعه يا مكان الاكس حط ايه؟ صفر. صفر زائد اربعه جذر كام؟ صفر زائد اربعه ناقص خمسه. هل هو ده اكبر من كده يا جماعه هنا؟ سته. يلا يا شباب اربعه جذرها بكام؟ باثنين. يبقى اثنين ناقص خمسه هل هي اقل من سته؟ اثنين ناقص خمسه بكام؟ سالب ثلاثة. فعلا يا جماعه تحقق المدوين اهي، تحقق كده يبقى حلك كده صح، والمنطقه اللي فوق دي منطقه الحل. واضح يا جماعه كده؟ سهل الكلام. باقي الموضوع يا جماعه، باقي الاختبار الخاص ده هنزله عندكم مستند وتحلوه وترسلوه لي ان شاء الله فين؟ على منظومه المدرسه برضه. ولو في شيء صعب علموني عشان المره الجايه ان شاء الله ناخد ايه؟ العمليات على عباره الجذريه باذن الله. حد عنده سؤال يا شباب؟ استفسار؟ يلا في رعايه الله يا جماعه عشان عندنا حصه مثلا. يلا في رعايه الله.